What do you see here? Half glass full or half glass empty? For a pessimist, he sees half glass empty, but an optimist sees half glass full. For a pessimist, bad events seem to last forever, and they outweigh the positive ones. But an optimist is someone who generally keeps a positive attitude. ايه ده الدفعه الجديده ايه يا جماعه في انتوا ما حضرتوش المحاضره ولا ايه المحاضره دي بس يا شيخه دي كانت مهمه قوي بس انتوا انتوا هتضيعوا نفسيكم كده على فكره بس هتموت نفسك انا هتضيعوا نفسي ايه جبت الامتحانات ولا ايه خلصت المنهج ولا انت عملتوا ايه في المحاضره دي يا عم لمش بس كده سيبني اول الدفعه دي بس Job satisfaction is whether or not a worker liked the job or individual aspects of the job, such as nature of work or supervision. It can be measured in cognitive or emotional and behavioral components. جايبينكم منين دول عايزين نسافر؟ شويه قبل الهدايا يا فندم بقول لك ايه؟ انا عايزه اهدى اه وانت عشان كل مره تجيبها لي زياده وكل مره اقول لك مظبوط تمام حاجه ثانيه فيبقى المره دي بتاعتها كويس حاجه ثانيه يا فندم لا تفضلوش بقى عشان تتكلم سامعين ولا تمشي انت اهو نكمل خلاص لا معلش مش فاهمه في ايه مالك يا شيخ حاسك متضايق؟ ازاي متضايق يا شيخ ده بيعملوا ازاي وحش يا شيخ؟ يا عمي دي قلاء طيبه ورنا وكلهم طيبين كده ايه دي رمت رمت الكوبايه على الارض وقلت لك ما هو ما كانش قصدها ما كان قصدها مش شيطانها لا 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 خالص ده احنا على فكره هم اصلا بيعملوها كويس ده الشاشه ده احنا اول ناس بنيجي احنا اول ناس بنكون كويس لا لا خالص هم فعلا بيعملوها كويس لا خالص مفيش ولا معامله خالص Managers have to be very careful about their own attitudes. If they demonstrate a negative attitude towards their workers, their impact can be tremendously negative for the organization. That's because poor management attitudes negatively affect their employees' motivation to work. انا عارف ان خلصت الحاجات دي بسرعه وبشكرك على الحاجات دي وان شاء الله هرقيك في الترقيه الجايه كتر خيرك قولي لصاحبتك اللي معاك في المكتب ديت لما حاجاتها لما عرفتها خلاص تمام Loyalty is first and foremost about reciprocity. Employees should have the feeling that the organization wants the best for them and as a result they will continue to do their best and not look for another job. يا بنتي مضيت مع شركة تانية ضعف السالري وعدد ساعات أقل طب انت لما اتكلمت في الشركة دي كنت بتطولي فيها المرتب طب وانا هتعب نفسي ليه يعني ما ابقى مرتاحة من الأول طب ما احنا ابتدينا بالشركة دي مع بعض لازم مع بعض مش مشكلة بقى طب ما تيجي معايا لا ما اقدرش اسيب الشركة دي المرتب ان شاء الله يزيد ما اقدرش اسيب Я не сделал ничего, чтобы остаться с ней Крыша, друзья, она ждет, когда появится время Детка, я здесь на минуту, и мы вместе две недели Меня грузят отношения, ты тут точно не причина На твоем песке моя вода
где-то в другом мире. Эй, Мари.